أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الخميس بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بالرباط على افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس. وبعد قص الشريط الرمزي توجه ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى قاعة تضامن، حيث ألقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة سالم بن محمد الملك كلمة عبر فيها عن بالغ اعتزازه بحضور ولي العهد وتشريفه لهذا المعرض. وأبرز الملك أن هذا المعرض هو المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمكانته ومهابته، يفوت إلى الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لهذا العام في أول ظهور له خارج المدينة المنورة. وأضاف أن تنظيم هذا المعرض يجسد وشائح صلاة الوثيقة بين الشقيقتين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحاكمة للملك محمد السادس وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز السعود. إثر ذلك توجه ولي العهد الأمير مولاي الحسن رفقة أمير مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية برابطة العالم الإسلامية ناصر الزهراني إلى قاعة الملك الحسن الثاني، حيث زار معرض صلة تعبيرا عن صلة المغرب بالجانب النبوي الشريف الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء. نشكركم على حسن المتابعة.